والآن أخبار الطقس والأرصاد الجوية. نعود فيها مرة أخرى إلى مرن إيهاب إليك. شكرا لكما يوسف وصحر، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة درجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 12، الأسكندرية 19-13، مطروح 19-12، بورسعيد 20-13، والإسماعيلية 21-10. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 10، العريش 19-12، طابة 20-12، شرم الشيخ 23-16، والغردقة 23-14. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 9، أسوان 23-11، الوادي الجديد 21-9، شلاتين 25-15، وأخيراً حلايب العظمى 23 درجة والصغرى 16. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.